اهلا وسهلا بك ياسر، واهلا وسهلا بكم مره اخرى مشاهدينا الكرام في كل مكان. لازلنا في هذه التغطيه المباشره مستمرين معكم في نقل هذه الشعائر لهذا اليوم العظيم. ادى الحجيج صلاه الظهر والعصر واستمعوا قبلها لخطبه عرفه من مسجد نمره، لكن يسعدنا الان ان نستقبل الدكتور عايض القرني الداعي الاسلامي. حياك الله دكتور عايض، يا اهلا وسهلا بك. تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله صالح الاعمال في هذا العام حاجا في عرفه. تقبل الله منا ومنكم. مرحبا اخي سامي، واسال الله سبحانه وتعالى للحجيج وللمقيمين القبول، وان يجعلنا من عتقائه في هذا اليوم العظيم، وان يجعلنا وياكم سعداء باتباع سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، خير من وقف هنا وافضل من دعا وافضل من تعبد ربه سبحانه وتعالى. دكتور، يوم عظيم، هذا اليوم المشهود، هذا اليوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده الذين جاءوه شعثا غبرا من كل أقطار العالم، يقفون اليوم في هذا الموقف وفي هذا المكان ليؤدوا هذا النسك العظيم. مناسك الحج مناسك مختلفة ولها طابع خاص في الدين الإسلامي، شعيرة عظيمة جدا يشعر من خلال المسلمون بكثير من الأمور التي حقيقة تقربهم من بعضهم وتشعرهم بهذا التوحد فيما بينهم. كيف يتحدث الدكتور عايض القرني عن هذه الشعيرة، عن شعيرة الحج، هذه الشعيرة العظيمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. من عظمة الإسلام ما نراه ونشاهده في اجتماع المؤمنين والمسلمين من أنحاء وأقطار الأرض، تنصهر الأنساب والألوان ويعني الأعراق واللغات ليكون عباد الله واحدين. ليس هناك صورة ومشهد يمكن يتوحد فيه المسلمون مثل مشهد الحج والإحرام. نحن نلبس حراما واحدا، الملك والرئيس والأمير والوزير والشيخ والفقير والغني والرجل البسيط، نلبس حراما واحدا. إن الإحرام الذي لبسه صلى الله عليه وسلم لبسه بلال بن رباح الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي لنكون سواسية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الحج هو أكبر مؤتمر في العالم، لأنه يأتي من كل أصقاع الأرض من البيض والحمر والسود، يتبعون إماما واحدا وهو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يعبدون ربا واحدا. ليس هناك شعارات قومية ولا حزبية ولا طائفية، الرب واحد والرسول واحد والكتاب واحد والمنهج واحد والقبلة واحدة والاتجاه واحد. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف يخطب الناس عليه الصلاة والسلام كان قبله البيض والحمر والسود، قبله ممثل العرب أبو بكر وعمر، وممثل فارس سلمان الفارسي، وممثل أفارقة بلال الحبشي، وممثل الروم صهيب الرومي، كلهم إخوة وسواسية. يخاطبهم صلى الله عليه وسلم باسم التوحيد ومنه رسول من عند الله عز وجل وأنه مرسل إليه سبحانه وتعالى، وسبحان ربي. هذا البلد كما تشاهدون مكة واد غير ذي زرع، جبال. وكان إبراهيم أصلا عليه السلام كان يسكن في العراق حيث الأنهار دجلة والفرات والنخيل والمزارع والحدائق الغناء والبشرتين في حالة، ولكن أمر الله أن يأتي هنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. إما سر أراده الله كان سر الأرض أو وسط الأرض، وأراد الله أن يكون بيته هنا سبحانه وتعالى، وأراد سبحانه وتعالى أن يتجه العالم الإسلامي إلى هذه البقعة. فلما حج صلى الله عليه وسلم أحيا تلك الشعائر، أولا شعائر التوحيد، قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، ليس هناك إله إلا واحد. ولما حج صلى الله عليه وسلم كان مع الناس بسيطا عليه الصلاة والسلام، معهم في الخيام، معهم بحرامه على ناقتي مثل نوق الناس مثل ابن الناس، الغبار على رأسه الشريف بأبيه صلى الله عليه وسلم، يأكل من الخبز الذي يأكلون منه، يجلس على التراب الذي يجلس فيه البسطاء والفقراء وهم يشاهدونه ويعلمون أنه مرسل من عند الله. فدلف عليه الصلاة والسلام إلى عرفة في ذاك اليوم المشهود حيث يلقي هذه الخطبة التاريخية التي ما سمع الناس مثلها. هذه الخطبة التاريخية شيخ عايض خطبة عظيمة جدا، وضح من خلال الرسول صلى الله عليه وسلم كثير من الأمور فيما يخص دين الحجيج، هؤلاء من قدموا إلى الحج أو دنياهم، وضح فيها كثير من التفاصيل، كانت دستورا إسلاميا متكاملا، وصايا نبوية عظيمة. كيف نتحدث عن هذه الخطبة العظيمة وعن ما تضمنته خطبة الوداع التي يعني خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في صعيد عرفات؟ شكرا، أحسنت في قولك أنها كانت وثيقة تاريخية وخطبة تاريخية إسلامية يمكن لم تتكرر، لأنه نبي معصوم وخاتم عليه الصلاة والسلام. العجيب في الخطبة معجزات، أول الخطبة لم يحضر لها، فكان نائما صلى الله عليه وسلم في نمرة قبل ذلك متعبا لأنه مشى راكبا منا بأبيهم صلى الله عليه وسلم حتى وصل. ثانيا ليس هناك
كتب رجع إليها صلى الله عليه وسلم ولا مذكرات، فهو لم يحمل قلما ولا سبورة ولا طبشورة، ولم يشاهد أستاذا ولا شيخا، ولم يدرس جامعة، يدخل في جامعة ولا مدرسة ولا أكاديمية. نبئ مباشرة معصوم نبي أمي. الثالث أنها القضايا لم تكن قضايا جزئية ولا هامشية، كل قضايا أصول ومرتبة ومسددة ومطروقة. الرابع أنها قضايا عالمية إلى اليوم، فهو تكلم عن صلى الله عليه وسلم عن التوحيد والوحدة، وتكلم عن حقوق الإنسان، وتكلم عن حقوق المرأة والمال العام والدماء والأموال والأعراض، ووحدة الناس إلا بالتقوى، يعني السواسية والعدل والمساواة. ثم استشهد الناس على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة في وقت موجز، والذي يستمع له من الصحابة أكثر 120 صحابيا كانوا في الخيام، أسمعهم الله صوته، لم تكن هناك مكبرات ولا ميكروفونات، كان يرتج صوته من طرف عرفة إلى طرف عرفة ويتراد، وكان واقفا شامخا عليه الصلاة والسلام، فصيحا جميلا مؤديا مؤثرا معصوما طاهرا مطهرا، يقول في آخر الخطبة: أيها الناس، فيسكت الجمع وينصت التاريخ ويستمع الدهر، إنكم مسؤولون عني غدا وأنا مسؤول عنكم، فما أنتم قائلون؟ فتتراد عرفة ببطحائها ووهادها رجال ونساء بكاء: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. أخي سامي، ترى يوم قال هذه الجملة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، يقول: أنتم قائلون إذا سئلتم غدا عني، ترى ما قالها إلا بعد المعاناة وبعد الصراع والجراحات وبعد الجوع والتعب والطرد من مكة، وأكثر من محاولة 11 محاولة اغتيال، وبعد رمي عرضه الشريف، وبعد سبه وشتمه وتجريحه ومقاتلته ومنازلته وترك الديار والأوطان وملاعب الفتوة ومعاهد الصبا، ليكون مهاجرا مناضلا مكافحا، أعظم قائد في تاريخ البشرية عليه الصلاة والسلام. وأقول بين قوسين: لسنا نحن المسلمين فقط المعجبين به بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. أنا قبل الحج غردت بعد ما طالعت الكتب مباشرة مترجمة، وأنت تعرفها وأخوة المشاهدون، غوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي في كتاب عندي المترجم الحضارة العرب، يقول: ما عرف العالم فاتحا أعدل ولا أرحم من محمد صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثاني مترجم عندنا نحن في السعودية وفي كل البلاد، مايك الهرف العظماء المياه العظيم الأول محمد على الصلاة والسلام، يقول: هو إني أعرف أن الشعب الأمريكي قد لا يرغب، وإن لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم فمن يكون، فمن هو بأبي أمي صلى الله عليه وسلم؟ يكفي هذا السؤال، من هو عجل؟ يقول: يعرف أنه سوف ينقذ الناس، ولكنه أكثر تأثيرا في العالم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. بل العجيب، وصل الآن الأسواق كتاب اسمه محمد القائد لماكسويل، الكاتب الأمريكي الشهير صاحب اليوم أهميته وصاحب الفوز مع الناس. يقول: نعظم قائد عرفته البشرية محمد صلى الله عليه وسلم. إنما أقول هذا الكلام واستشهد، لأن بعض الناشئة ممن يتأثر بالغرب أو يتأثر بالآخر، يعني يرى أن نحن لأننا متدينين ومشايخ نمدح فقط صاحبنا ورسولنا وإمامنا. لا، يا هذا إمام عالمي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، الله زكى فوق تزكية الناس، وقال: وإنك لعلى خلق عظيم بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يوم خطب للناس قال: فما أنتم قائلون؟ فصاحوا جميعا بالبكاء، قالوا: نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. ونحن وإياك أخي سامي والحضور نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. دكتور، عندما تحدثت عن هذه الخطبة عرجت على أنها أتت بعد مصاعب ومرحلة عاش فيها الدين الإسلامي، مرحلة من الصعاب والهجرة. حقيقة تذكرت تلك اللحظات التي عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم وقرأناها في كتب السير، عندما نزل من الطائف مرة أخرى إلى مكة مردودا، ذلك الدعاء العظيم الذي حقيقة أنا يعني هذا الدعاء أقف عنده كثيرا. ودي نأخذ هذا الدعاء دكتور عائد، وأهمية هذا الدعاء وهذا الارتجال من النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا به في ذلك الموقف الصعب عليه. بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، أحسنت. بلا شك أنه رد من الطائف ردا يعني أعوذ بالله كريها وصعبا وقاسيا ومرا، عاد جائعا وعاد ظامئا ومتعبا ومطرودا ومكسوحا، لكن الله فتح له باب السماوات والأرض. عاد صلى الله عليه وسلم وقد رمي في عقبيه وسال عقباه بالدم، وجاءه ملك الجبال كما في الصحيح يستأذن، وقال: لكني أسأل الله أن يخرج من أصلابي من يعبد الله لا يشرك بشيئا. وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إنه صاحب قضية، صاحب رسالة عالمية،
لما عاد طبعا مكة أخرجته ورفضت أن يدخل، الطائف رفضت، ضاقت به الحيل عليه الصلاة والسلام، أغلقت الأبواب، لكن بقي باب واحد وهو باب إلى السماء، إلى الله، إلى الواحد القهار، إلى أرحم الراحمين. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن لك علي بغضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا عليه صدق النبوة. قالوا مفاجأة ترى، قالوا صلى الله عليه وسلم بلا تحضير، لأنه نبي معصوم لا يقرأ من أوراق، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، لو كنت تقرأ صحف وتؤلف كتب. قالوا ألفت القرآن، أمي وليس بشاعر، ولكن أعظم معلم في العالم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. العجيب في يوم عرف يوم وقف عليه الصلاة والسلام، ترى وقف ناصحا ومودعا ومستشهدا عليه الصلاة والسلام، ومنذرا ومبشرا ومحذرا. وقف قد تجلى الله يباهي بأهل الموقف في وقت رسول صلى الله عليه وسلم، واستدار له الزمان حتى يوم جاء يوم الجمعة في يوم التاسع في يوم عرفة، لأن الجاهلية أخلفوا الأشهر ليستحلوا في الشهر، في الأشهر الحرمات، الشهر الحرم يستحلوا الدماء. قال سبحانه وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، تقديم الأشهر تأخيرها، إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يؤجلون عاما يقدمون عوكم. قال سبحانه وتعالى، قال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كيومي، في صحيح البخاري، استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. فلما قام عليه الصلاة والسلام أتى اليوم التاسع، يوم الجمعة، يوم عرفة، فاستوى له الزمان والمكان والإنسان بطاعة الرحمن مع نزول القرآن. لا إله إلا الله. فكان عليه الصلاة والسلام المبشر العالم. أخي الحبيب، نحن الآن بعد 14 قرن وكسر، ترى هنا يتكلم مرة بحث في جامعة الملك عبد العزيز قبل يمكن 30 سنة، يمكن يتكلموا باللغات العالمية والساحلية والأطلسية واللهجات، المحلات 400، والله يعلمهم جميعا، يعلم اللهجات والنغمات وتعدد الحاجات واختلاف الطلبات من كل المخلوقات، يجيب الجميع سبحانه وتعالى. الآن كلهم يشهدون هنا، أنا رأيت لقطات الحجاج من هولندا وفرنسا تبثونهم في الإعلام وغيركم وسائل التواصل، يبكون لأنهم سوف يقفون من حيث وقف النبي بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، من حيث وقف النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. فهذه من القضايا الكبرى، وأريد أن أبين مسألة في موقفه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. أين نحن من أنكم يعني أنكم من يقول صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي ولا عجمي ولا لأحمر ولا أبيض إلا بالتقوى؟ أين الوحدة الإسلامية التي ننشدها ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمها على الناس؟ إننا في بلد السلام وبلد الوئام ومهبط روح المملكة العربية السعودية، ناشد أن نرحب بالعالم جميعا. نحن لا نسأل الإنسان في المنافذ الحدودية ولا عند نزوله إلى الدخول ما طائفته ولا مذهبه ولا شيء، بل يستقبل ضيفا كريما عزيزا، لأنه ضيف للرحمن، ويتشرف حتى قائدنا يسمى خادم الحرمين الشريفين، كلنا خدام لضيوف الله عز وجل. الرسالة التي أريد أن أقدمها وأخذها من الخطبة أعظم رسالة: التوحيد. أي دعوة لداعية أو مثقف إسلامي أو كاتب إسلامي لا يركز على التوحيد فأعرف أنها فاشلة. توحيد الأصل. طبعا بعضهم ترى حياته يتكلم ولو كان باسم الإسلام، يتكلم عن الأخلاق والآداب والسلوك، لكنه ما يصل إلى التوحيد. ترى الآداب والأخلاق والسلوك تكلم عنها حتى البوذيون، وحتى الصينيون في كونفوشيوس عنده رسالة في ذلك، وبوذا عنده رسالة، وسقراط عنده رسالة، وأرسطو كلهم رسائل، لكن المسألة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. لذلك أنا أخاطب الدعاة والعلماء والمشايخ والكتاب، الكتاب اللي يدون يكون أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم. أنا لا أخاطب من يخالف أو يريد ينقد الدين أو يحارب الملة، فالدين الله منصور، لكن يخاطب من ينهج هذا أن يركز على التوحيد. بعد زيارتي لأكثر من 40 دولة في العالم الإسلامي، يمكن 200 مدينة، تبين لي لماذا القرآن يركز على التوحيد، ولماذا السنة كلها توحيد، ولماذا القضية الكبرى فعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا هي أصل الأصول، وإذا انهدم التوحيد انهدم كل شيء. أنا رأيت في بعض المدن في أفريقيا وفي آسيا من يلوذون بالأضرحة ويدعون الأموات ويتمسحون بالقبور، وهذا ليس من الدين وهذا الشرك. فلذلك لابد نركز كما ركز صلى الله عليه وسلم على التوحيد. دكتور، لو أردنا أن نختم بتلك البشارة العظيمة
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، التي نزلت في يوم عرفة. صدقت. هذه البشارة العظيمة لهذا الدين الإسلامي، كيف نتحدث عن هذه البشارة في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المشهود؟ هو أحسن نقطة هذه الآية، حتى في صحيح البخاري كعب بن الأحبار قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو عندنا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر بن الخطاب: أما إني أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة وهو على ناقته في جبل عرفة بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. بعد ما انتهى صلى الله عليه وسلم الخطبة، وإذا صلى الله عليه وسلم يصمت قليلا وينصت على الوحي، وإذا بجبريل ينزل بهذه الآية الفاصلة المعجزة الباهرة الخاتمة الفاخرة الباذخة، يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا موقفان: أكملت لكم دينكم، لا اقتراح ولا زيادة، من عمل عمل ليس عليه أمره فهو رد، انتهى الدين مكتمل. نعم، من يريد زيادة ومن زاد فقد ابتدع. الثاني: أتممت عليكم نعمتي، ما هي النعمة التي تمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن هي قصوره الشاهقة أو حدائق الغناء أو بساتين الفيحاء أو كنوزه أو بنوكه بأبيهم صلى الله عليه وسلم، أصلا عنده كسرة خبز يحملها بلال معه، وإحرامه هو نفس إحرام، عنده غرفة الطين في المدينة ترى إذا مد يده وصلت السقف، كفاك عن كل قصر شاهق عمد بيت من الطين أو كهف من العلم، تبني الفضاء الأبراج مشاهد مخيمة نصب الخيام التي من أروع الخيم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم فلشت فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السد ثمي. نعمة الهداية، الرسالة، التطهير، التزكية، التوحيد، أنه بعثنا جيلا جديدا وأمة تعبد ربها، أمة تبعث يعني تبعث السلام في الأرض والعدالة، وتبعث روح التآخي وحفظ الأمن وحفظ الأعراض والأموال والأديان والدين. هذه الرسالة، هذه النعمة التي تمت عليه الصلاة والسلام، وليس النعمة التي تصور بعض الناس أنه وجدنا من يعني يسكن ناطحة السحاب وملحد بالله ويحارب الله، وجدنا من عنده الأموال كثيرة ويفتك بعباد الله وينشر الإرهاب والمخدرات والجرائم والمنكرات والفواحش، لا، فبعث صلى الله عليه وسلم بالنعمة التي تمت بمبعثه عليه الصلاة والسلام، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. أريد تنبيه أخي سامي أنه صلى الله عليه وسلم نبه يوم عرفة، قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. إلزموه حجاج ومعتمرين حتى الغروب قياما وقعودا وعلى جنوبكم مع أنفاسكم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. فهي أشرف كلمة قيلت، وهي النجاة وهي المنجية وهي الفوز وهي الخاتمة وهي الجامعة وهي الرابطة وهي إن شاء الله الشافع عند الباري سبحانه وتعالى، وهي المبيضة الوجوه والسبب في أن يسقينا الله من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جميع المسلمين والمسلمات المغفرة والرضوان، وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، ويتقبل منا ومنكم جميعا. الله يتقبل منا. جزاكم الله خير. شكرا جزيلا على هذه اللحظات التي قضيتها معنا في هذه الساعات المباركة في هذا اليوم العظيم، شكرا جزيلا لك. نتمنى إن شاء الله لك حجة سهلة ميسرة، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ومن كل من يقف على هذا الصعيد الطاهر على صعيد عرفات، وأن يتقبل الدعوات من كل من يشاهد هذه التغطية وكل مسلم على وجه هذه الأرض. أعود لكم زملائي الأعزاء في دبي.